تلقت اليوم البطولة الوطنية للرياضات الجامعية المدرسية على مستوى ولاية الجلال، وكانت الانطلاقة من هذه المؤسسة وهي مؤسسة الشيخ النعيمي ببلدية الشعيبة، حيث سوف تدوم هذه المنافسة لمدة شهر ونصف من 12 نوفمبر إلى غاية 31 ديسمبر. وتشمل هذه المنافسة والأهداف منها هي مشاركة جل الأقسام في المنافسة من أجل تشكيل فريق بطل المؤسسة للانطلاق إلى الدور الثاني وهو على المستوى البلدي، وهناك دور آخر على مستوى الدائرة لاختيار في الأخير بطل الولاية الذي سوف يشارك في البطولة الجهوية التي سوف تكون إن شاء الله في ولاية ورقلة. أنا فرحان لأن مدرستي أرجعت لنا البطولة الرياضية الوطنية، وإن شاء الله نمثل في ولاية أولاد جلال بالرياضة الجماعية.